في هذا الإطار اختنا لكم هذا التقرير الذي أصدره المصعد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان والشبكة السورية لحقوق الإنسان. تقرير مشترك تناول ظاهرة عمالة الأطفال من سوريا في الأردن الذين وصل عددهم بحسب التقرير إلى أكثر من 60,000. يعانون إذن من ظروف قاسية لا تتوقف عند تدني الأجور أو العمل لساعات طويلة وشاقة، بل تمتد إلى تعرضهم أحيانا للاستغلال وللعنف ولظروف العمل الخطرة. التقرير قال إن 51.4% من مجموع اللاجئين السوريين في الأردن البالغ عددهم 1,300,000 هم أطفال بمجموع 668,000 طفل، إضافة إلى أن 41% من مجموع اللاجئين من فلسطينيي سوريا في الأردن البالغ عددهم 16,000 لاجئ هم أطفال أيضا بمجموع 6,560 طفلا. التقرير الحقوقي الأوروبي بيّن أن الأسباب التي تقف وراء عمل أطفال سوريا في الأردن متعددة، منها ارتفاع تكاليف المعيشة حيث تصنف العاصمة الأردنية عمان بأنها الأغلى في الشرق الأوسط، فيما لا تشمل المساعدات النقدية المباشرة المقدمة من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سوى قرابة 10% فقط من مجموع اللاجئين. أيضا تعاني الكثير من العائلات من فقدان المعيل، حيث أن 30% من الأسر الفلسطينية السورية في الأردن تعيلها النساء. بجانب ذلك لفت التقرير إلى أن هناك أكثر من 90 طفلا في الأردن لا يتلقون أي نوع من التعليم، منهم 60,000 طفل خارج المدارس، يعني تقرير قصد 90,000 طفل. أضاف أيضا التقرير أن الأطفال يجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز 8 ساعات يوميا، كما أن 80% منهم لا يحصلون على إجازات، ذلك في مقابل أجور متدنية تتراوح ما بين 127 و 211 دولارا للشهر الواحد. التقرير أيضا ذكر استنادا إلى إحصاءات دولية أن 36.9% من عينة شملت 368 طفلا من السوريين العاملين في الأردن قالوا إنهم تعرضوا لإصابات عمل استدعى تدخلا طبيا، فيما أفاد 24% من هؤلاء الأطفال السوريين الذين يعملون تحديدا في مخيم الزعتري أنهم لم يتقاضوا أجرا مقابل عملهم، بينما ذكر 15% أنهم تعرضوا لعنف جسدي أثناء ممارسة العمل. للحديث إذن مشاهدينا على كل هذه المواضيع ينضم لنا عبر الهاتف مباشرة من بروكسل السيد فاضل عبد الغني، إذن مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أستاذ فاضل مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن هذا التقرير الذي يتحدث عن الظروف القاسية للعمالة السورية من الأطفال في الأردن تحديدا، طبعا عملتم عليه كشبكة سورية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المصعد الأورو متوسطي، بما أنكم الجهة التي أصدرت هذا التقرير نريد من حضرتك تفاصيل أكثر. العينة التي ربما تمت عليها هذه الدراسة، الأسباب، ما رصدتموه بالضبط فيما يخص هذا الموضوع؟ التقرير هو يعني تم العمل عليه بشكل واسع عبر باحثين ميدانيين بشكل أساسي، ويعني أوردنا ضمن الدراسة يعني عدد من الشهادات وعدد من اللي التقينا معهم حتى يعني يتبين أنه تمت في لقاءات حقيقية مع يعني اطفال بمناطق مختلفه في الاردن، ليس فقط في المخيم الزعتري او في العاصمه الاردنيه، في مناطق مختلفه، ويعني هذه حقيقه صادمه وصاعقه، وبالتالي نحن لدينا كل هؤلاء الاطفال الذين يعملون، يعني اطفال تعمل يعني انها القسم الاكبر منها كما ذكرنا هو خارج المنهاج التعليمي بدل ان يدرس، لماذا هذا الامر؟ لانه تبين لنا ان وكما اورد واشار التقرير ان يعني نسبه 80% من اللاجئين السوريين هم نساء واطفال، وبالتالي هو يعمل كمعيل لوالدته او لاخوته الذين هم اصغر منه سنا، فهو اضطر للعمل واضطر لترك الدراسه، لان الدراسه اصبحت بالنسبه له للاسف شيء ترفيهي. واثناء ظروف العمل هو لا ياخذ نفس الاجر، يعني لو انه طفل مثلا من المجتمع المحلي الاردني لا يتعرض الى نفس ما يتعرض له لاجئ سوري، انه اذا لا يوجد له سند قانوني، لانه اذا اشتكى هو بالاصل مخالف، فما بيحسن يروح يشتكي لا للمفوضيه ولا لسفاره ولا لاي شيء، وبالتالي هو يتعرض الى انخفاض في الاجور،
والى عمليات تحرش والى ابتزاز وكل ما. طيب في حال اعتداءات كما ذكر التقرير، هناك بعض الاطفال يعني تعرضوا لعنف جسدي اثناء ممارسه العمل، بعض الاطفال يعني عملوا لساعات طويله ولم يتقاضوا الاجور، يعني حتى اذا ربما تجاوزنا انه فكره انه الطفل يعمل، حتى ربما حقوقه كربما على الساعات التي عملها او ان يعمل بدون حتى عنف جسدي لم تتحقق، وقلت بأنه لا يمكنهم أن يقدموا شكاية إلى منظمة مفوضية لشؤون اللاجئين أو إلى أي جهة، لماذا؟ لأنه هو بالأصل لا يحق له أن يعمل، يعني أول شيء هو طفل، ثاني شيء الأردن هو لا يسمح بالسوريين بأن يعملوا، وهذا يعني للأسف الشديد حتى أنه ما ينافس بسوق العمل لأنهم يأخذ أجور أقل من الأردني اللي هو مرتاح عنده بيت أو ما إلى ذلك، وهذا يعني أمر منطقي. لكن بالمقابل يجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تهتم بهذا الأمر وأن تعالج موضوع عمالة الأطفال وترعى الأسر التي تضطر أطفالها إلى العمل. طيب أنتم كجهة حقوقية قمتم ربما بإلقاء الضوء برصد هذه المعاناة من خلال هذا التقرير، ونحن بدورنا أيضا نعرضها أيضا ونعرض ما تساءل به متابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دور المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل بحقوق اللاجئين لمنع ذلك، لمنع هذا العنف ومنع ما يمارس على أطفال سوريا. هل قمتم بأي اتصالات مع المنظمات الحقوقية بهذا الشأن، مع اليونيسف، مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أم هذا خارج نطاق عملكم أم قمتم بذلك؟ لا، هو ليس خارج نطاق العمل، هو في صلب العمل، وهذا هو الهدف من هذا التقرير أنه إيصاله، وهذا ما نتحدث به الآن مع الاتحاد الأوروبي ومشكلة اللاجئين ومشكلة الهجرة إلى أوروبا وما إلى ذلك وعمليات المناصرة المستمرة، وهو الهدف من هذا التقرير، ومشكورين طيب. يعني كل الذين قمتم بتغطيته بهدف عمليات الضغط وبهدف تسليط الضوء على هذا الامر وايضا ايصاله الى الجهات المعنيه وخاصه الضغط على المانحين لايفاء بتعهداتهم الذين تعهدوا بها، لان الامم المتحده هي تقول ان لديها عجز وهذا امر حقيقي في. طيب من خلال اتصالاتكم هل تلقيتم اي اجوبه، اي جهود لمنع ذلك في من قبل اي منظمه من المنظمات الدوليه في الأردن؟ يعني بالحقيقة الحكومة الأردنية يعني تعاونت في هذا التقرير وكان هناك بعض اللقاءات حتى مع بعض المسؤولين، لكن أيضا الحكومة الأردنية تقول دائما أن هناك لديها عجز وأن الأمم المتحدة لا تفي بالتزاماتها التي تعهدت بها وأن المدارس لا تستوعب وأن إمكانيات البلد محدودة ليست بلد غني وما إلى ذلك. وبالتالي نحن نعود الى جذر المشكله ان تدفق اللاجئين سوف يستمر ما دام هناك تطوف، وعمالة الاطفال هي فرع عن مشكله اللاجئين اللي هي فرع عن الازمه السوريه، وهكذا ندخل في تفاصيل اكثر واكثر. لكن اذا تحدثنا كما ذكرت لك في قضيه اللاجئين تحديدا، المانحين لم يفوا حتى الان ب 40% مما تعهدوا به، وهذا يعني رقم بسيط جدا، ويبث يعني جهود اكبر حتى من التجار السوريين والعرب وما الى ذلك، ان يكون هناك يعني بذل جهود اكبر لايصال معونات، وان المشكله السوريه كثير من يعني الناس اعتقدوا انها انتهت يعني لانه صارت مده الازمه. نعم، اشكرك جزيلا على هذه المداخله معنا فضل عبد الغني مؤسس ومدير الشبكه السوريه لحقوق الانسان، كنت معنا عبر الهاتف مباشره من بروكسل.